كيف أوازن بين انتمائي لبلدي الأصلي واندماجي بالمجتمع البريطاني؟ أتحدث من واقع التجربة الشخصية، فالبلد الذي ولد به أبي وجدي هو وطني الأصلي فلسطين المحتلة، والتي يبقى الحلم بالعودة لها واقعاً ومشروعاً. نمني النفس به صبحاً ومساء، ونسعى له بجهد وعزم دون كلل أو ملل محينا. وأما البلد الذي ولدت ونشأت به فهو الأردن، ذلك البلد الذي تربيت على حبه، ونشأت على شرب مائه وأكل طعامه وتنفس هوائه واحتضان ترابه، فضلاً عن حمل جنسيته. ثم قدر الله تعالى لي الانتقال لبريطانيا وحمل جنسيتها بعد 6 سنوات فقط من دخولها، وفيها وجدت احترام كرامة الإنسان لأنه إنسان، ورأيت عملياً كيف يكون الناس جميعاً سواسية أمام القانون، وكيف أصبحت دول عربية عدة ترحب بي دون إجراءات معقدة لنيل تأشيرة لدخولها، بل وتمكنت من زيارة فلسطين المحتلة. وقد زاد انتمائي دون مبالغة لفلسطين حين قدمت لبريطانيا، ورأيت مظاهر التضامن معها ومع كل الشعوب المظلومة ومع كل القضايا العادلة على المستوى الشعبي على أقل تقدير، وهو كافٍ. وعليه نمارس أنشطتنا ونقيم حفلات الحفاظ على تراثنا ونرفع أعلامنا، وبحمد الله نوفق بتوازن بين الحفاظ على الهوية والاندماج في المجتمع اندماجا دون ذوبان. وعليه نحرص على الحديث مع المجتمع الذي نعيش به باللغة التي يفهمها قدر الإمكان، ونندمج معهم ونتفاعل مع الحفاظ على مناسبات أسبوعية أو شهرية نحيي بها عادات بلادنا وتقاليدها. بطبيعة الحال الجنسية الثانية ليست مجرد جواز سفر، وإنما حياة جديدة ودائرة كبرى تتسع أمامك. هناك شعوب كثيرة في العالم يحرص مواطنوها على حمل أكثر من جنسية، ولا شك أن الجنسية الأخرى تسهل السفر والتعلم، وعليه يكون الحوار وتقبل الآخر أكثر حضوراً، وبالذات في بلد متنوع ومنفتح مثل بريطانيا. وأقترح خطوات عملية للموازنة بين الحفاظ على الهوية والاندماج في المجتمع. أولاً، التحدث باللغة العربية في المنزل ورفض الحوار الثنائي بالإنجليزية. ثانياً، تعلم وممارسة الإنجليزية مع الناس خارج المنزل، وعدم الحديث باللغة الأم أمام شخص لا يفهمها. ثالثاً، التعرف إلى الجيران وتقديم الهدايا لهم. رابعاً، الاشتراك بمجموعات واتساب مع الجيران وتطبيقات مثل نيكست دور لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحيط بنا. خامساً، الانخراط بالحياة العامة والدخول بالأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والأعمال التطوعية. سادساً، التقدم بطلب المساعدة والتطوع في المرافق العامة القريبة منا، مدرسة، مكتبة، حديقة عامة إلى آخره. سابعاً، الذهاب للمسجد القريب والحرص على الصلاة فيه بصحبة الأبناء قدر الإمكان. ثامناً، المشاركة في أنشطة الجاليات العربية والعناية بالتراث وتحبيبه لدى الأبناء. تاسعاً، عدم فرض العادات والتقاليد على المجتمع المحيط، وارتداء ما ينسجم مع البلد الذي نعيش فيه ما دام في إطار عدم تجاوز المبادئ الأخلاقية والدينية للشخص. هذه بعض النقاط بهذا الصدد، وهي ليست شاملة، ولكن أردت بها التشجيع على التفاعل وتوسيع دائرة النقاش بشأنها، ونرحب طبعاً بإضافاتكم.